صباح لحضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وبالليل الجو هيكون مائل للبرودة على شمال البلاد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك. اهلا بحضرتك. يمكن كنت الصبح بقول لجمانه وشاذلي، بقول لهم الجو النهارده الصبح يعني شويه حر على شويه بالليل برد على شويه شبوره. هيئه الارصاد بتقول لنا ايه بقى اخبار الجو النهارده ايه؟ هو طبيعه فصل الربيع دايما الاختلاف الكبير في قيم درجات الحراره بين فترات النهار وفترات الليل. صحيح. خاصه بسبب تنوع مصادر الكتل الهوائيه، وخاصه كمان في الايام اللي بيكون فيها نشاط للرياح، خاصة دايما نشاط الرياح بيكون معانا في فترات المساء وساعات الليل، ده اللي هو بيساعد ان احنا نحس بالبرودة. اشعة الشمس فترة النهار تخلينا نحس بالدفء وارتفاع قيم درجات الحرارة. نشاط الرياح الموجود فترة الليل هو اللي بيحسسنا بالبرودة. احنا اليوم ان شاء الله متوقع استمرار الاحوال الجوية المستقرة بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية. درجات الحرارة خلال فترة النهار تعتبر حول المعدلات الطبيعية للوقت ده من السنة. العظمى على القاهرة الكبرى متوقع ان هي تكون 31 درجة مئوية ده خلال فترة النهار، واحنا بنسجل درجة الحرارة العظمى خلال فترة الظهيرة تقريبا من الساعة يعني 1 للساعة 4 العصر، الوقت ده اللي بنسجل فيه اعلى درجة حرارة على مدار اليوم كله. اغلب مصادر الكتل الهوائية قادمة من على البحر المتوسط، كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب اوروبا، لكن بيأثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد لمرتفع جوي. المرتفع الجوي ده بشكل كبير مع فترة النهار وفترة الظهيرة بيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، فبالتالي إحساسي بالطقس خلال فترة النهار هو طقس حار على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، ومناطق كمان من جنوب سيناء. الأجواء بتكون أقل حرارة طبعا في الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، فأجواءها بتكون أجواء مائلة للحرارة في سواحلنا الشمالية، شديدة الحرارة في جنوب الصعيد. ده فترة النهار. فترة الليل فور غياب أشعة الشمس بيحصل عكس تماما، بيحصل طبعا انخفاض في قيم درجات الحرارة طبيعي مع غياب أشعة الشمس، بنحس بالانخفاض ده أكتر في فترة الليل المتأخر اللي هي فترة الفجر وفترة الصباح الباكر. أجواء نقدر نقول هي معتدلة بشكل كبير، ممكن بعض المدن الجديدة، الأماكن المفتوحة، المحافظات اللي بيكون لها ظهير صحراوي بشكل كبير تحس بدرجات حرارة أقل كمان من المحافظات الداخلية نتيجة طبيعتها الجغرافية. خاصة كمان ان اليوم متوقع معانا يكون في نشاط للرياح في بعض الاماكن زي محافظات الصعيد، بعض الاماكن من سيناء، بعض الاماكن كمان من سواحلنا الشمالية، وجود نشاط نسبي للرياح في اي منطقة من مناطق الجمهورية هيساعد بشكل كبير على تلطيف الاجواء، يساعد ان احنا نحس بقيم درجات حرارة اقل. الحمد لله هو غير مثير لاي رمال واتربة، الاحوال الجوية مستقرة مع نشاط الرياح. دايما بقى في حالات الاستقرار في الاحوال الجويه شبورة. الظاهره الجويه اللي بتاثر معانا طبعا هي الشبوره المائيه. بالفعل شبوره مائيه بتتكون على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، معاها انخفاضات طفيفه في الرؤيه الافقيه، الحمد لله ما بتاثرش بشكل كبير على حركه المرور، لكن بتؤدي انخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر، وهي سرعان ما بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس. يعني احنا تقريبا من الساعه 7 8 صباحا الشبوره المائيه تختفي، الرؤيه الافقيه تتحسن على اغلب الطرق. هو الحمد لله الاحوال الجويه مستقره بشكل كبير في معظم محافظات الجمهوريه، وده متوقع ان هو يستمر معانا ان شاء الله خلال الايام اللي جايه. يعني احنا لحد منتصف الاسبوع القادم ان شاء الله لحد يوم الاثنين والثلاثه اللي جايين احوال جويه مستقره بشكل كبير، ما فيش اي اضطرابات جويه في الجو. متوسط درجات الحرارة عظمى على القاهرة الكبرى هيكون ما بين 30 و31 درجة مئوية خلال فترة النهار، فترة الليل ما بين 18 ل20 درجة مئوية. الاستقرار ده في معظم المحافظات، لكن هنخلي بالنا طبعا من البرودة اللي ممكن نحس بيها فترة الليل في بعض الأيام، خاصة في الأيام اللي هيكون فيها نشاط للرياح. هنلاقي اختلاف بين النهار والليل، فرق قيم درجات حرارة يتجاوز 12 و13 درجة مئوية بين العظمى فترة النهار والصغرى فترة الليل. فأكيد طبعا لو احنا خففنا الملابس فترة النهار وبنرتدي الملابس الصيفية ده طبيعي مع وجود أشعة الشمس، يفضل تبقى فترة الليل ما تكونش الملابس الصيفية بشكل كامل، الملابس الخريفية أو جاكيت خفيف معانا كده لو حسينا بانخفاض قيم درجات الحرارة نرتديه. مهم كمان فترة الصباح الباكر مع وجود الشبورة المائية القيادة بهدوء تام وحذر شديد، ما
نتبع كافة تعليمات المرور، وما زلنا في فصل ربيع، فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة والتغير الكبير في قراية الطقس من يوم للتاني. مهم جدا ان احنا يوميا نتابع النشرات الجوية. ونشكر حضرتك دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، طبعا نصائح مهمة جدا من هيئة الأرصاد. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة درجة الحرارة العظمى هتكون 31 والصغرى 20، والعاصمة الإدارية 30-19، الإسكندرية 26-18، والعلمين الجديدة 24-17، مطروح 24-16، ودمياط 24-19، بورسعيد 25-18، والإسماعيلية 31-16، السويس 30-18، والعريش 26-16، كاترين 24-12، وطابة 29-21، حلايب 29-23، وشلاتين 32-22، شرم الشيخ 35-23، والغردقة 32-23، في الفيوم 31 هي درجة الحرارة العظمى والصغرى 17، وبني سويف 32-16، الوادي الجديد 37-21، وأسيوط 33-17، سوهاج 34-19، وقنا 36-21، الأقصر 36-22، وأسوان 37-22. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. عودة مرة تانية لجمانة وشاذلي ومتابعة فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك. شكرا.